الفريق الوطني، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنسف ما يسمى بالأطروحات ديال الناس المتقولون أصحاب الأراجيف، تابعته في صحافة تونس وبرامج تلفزيونية تونسية جزائرية، يقولون كيف يعقل اللهم إن هذا منكر المنتخب المغربي اليوم يلعب في لوران بوكو في سان بيدرو في الملعب الرسمي 48 ساعة قبل المباراة، يعني لم يتحروا الخبر جلول. وأخص بالذكر يعني لما الشوعة وتكررت، وليد القربي خالد القربي اللاعب ديال المنتخب التونسي قال بأن هذا مؤشر خطير على أن الكان اليوم يلعب في الكواليس، لأن القجع خدا الملعب ديال سان بيدرو ويلعب فيه في برنامج تلفزيوني في الام اف ام التونسية، عذر أقبح من زلة السي بدر الدين، لا يتحروا أول ملعب ملعب ديال بحال ملعب القرب اللي عندنا هنا، ما هو بملعب لوران بوكو، ما هو بملعب سان بيدرو. هذه هي اللي بغيت نشرح لك الاول، بان اليوم غادي نخوضوا يعني معركه جانبيه، معارك على مستوى الضغط على الفريق الوطني.